أليس من العيب أن ترى أمة تقصد أمة أخرى لكسب أدنى حقوق العيش الكريم؟ أليس من العيب أن ترى أمة ترمي بنفسها في زوارق الموت من أجل الحياة؟ أليس من العيب أن ترى أمة تتكلم عن حقوقها ويتم إسكاتها بأبشع الطرق؟ السلام الخوت، صباحكم مبروك، نتمنى تكونوا كاملين بخير. الا كنت انت ولا انت ولا نتوما كيف العاده كتفرجوا هذا الفيديو، ما تنساوش تبطلوا تحت دير جيم لي كومونتير سبسكرايب، وما تنساوش تفعلوا معنا بلي بارطاج مع خوتكم واصحابكم وعشركم. انا والخوت نبداو الفيديو على بركه الله. اليوم غنتكلم على جوج الاشخاص، الاول انور بوخرسه والثاني شاب مغربي حصل على شهاده ماستر في الكيمياء. انور بوخرسه حاصل على عده القاب في التايكوندو وعده ميداليات وطنيه ودوليه، ومع ذلك بنفسه لم يسلم من قارب الموت وتوجه نحو الهجرة غير الشرعية، ووصل إلى جزيرة إسبانية، وهذا أهم تصريح له من الجزيرة. ابني عندي أفكار في راسي، بغيت نوصلها للجيل اللي طالع باش الأخطاء اللي تقيل ديال إسبانيا نعاون. هذا أهم تصريح للشاب المغربي أنور بوخرسة. الشاب الثاني شاب مغربي الجنسية حاصل على شهادة الماستر في الكيمياء، ومع ذلك لم تتوفر له أدنى شروط العيش الكريم. لنستمع لأهم تصريح له في هذا الفيديو. نصيبنا مستحومة، استحومة على أزمة في الصحة، أزمة في التعليم، أزمة في الشغل. على سبيل المثال أزمة في الشغل، أنا اليوم حاصل على شهادة الماستر في الكيمياء. هذه الشهادة باش تخولني الشغل، نعم أم لا؟ نعم، ولكن سيد الرئيس الحكومة عيش ما قلب الخدمة، عيش ما شفتش عيش ما خليك لا هامل. شي شبيك دير الدكتورة قالوا لي الدكتورة في المغرب ما كايناش، شعبة الكيمياء داك الوقت ديال المغرب ما باش اوكيبي، زعما ما عندوش باش يديروا لنا الدكتورة في المغرب. خويا انا عندي خويا سيد رئيس الحكومة عطينا شهادة. وهذا صريح للشاب المغربي الحاصل على شهادة الماستر في الكيمياء، وكيف لنا أن نعيش ونحن نفتقر لأبسط حقوق العيش الكريم؟ والله المستعان. وإحنا وصلنا لفن ديال الفيديو، ما تنسوش تعملوا على القناة وديروا جيم لي كومونتير سبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا مع خوتكم وصحابكم وعشركم لي بارطاج. تشاو.